باتجاه إرساء السياسات العمومية تعبر عن أصالتنا وعراقتنا وتعددنا وتنوعنا، وقادرة على الدفع بعجلة التنمية الترابية إلى الأمام من خلال مشاريع وبرامج يتم تضمينها في برنامج التنمية الجهوية للمرحلة المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تهمش الثقافة ولا تستثمر فيها فثورة لا مادية. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لوطننا الحبيب، وألهمنا سبل الرشاد لخدمة هذا الشباب التواق إلى تحقيق أسس تقدمه ورقيه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد عامل على هذه الكلمة ترحيبية طيبة في هذا الفضاء الرائع الجميل المتميز. وبينهما حذفة حكاية، جبلت على ارتحال، جبلت على ارتحال، عنوان العمل البائس والماتر الذي نلتقي من أجل توقيعه اليوم في هذا اليوم الجميل. وهو كتاب يضم مجموعة شعرية، مجموعة دواوين أنجزتها الشاعرة على مدار 30 سنة أو أكثر. يضم أربعة دواوين موزعة بين رحلات أو أربع رحلات على المسرح: رحلة ولادة القصيدة ومعاناتها، ورحلة ثانية تضم قضايا مجتمعية أحيانا يخطر فيها صوت الجماعة وفي أحيان أخرى يخطر صوت الناس. للشاعرة حين آخر يطغى عليها صوت ذات الشاعر، ورحلة ثالثة صوت آخر وصوت البنت والتمثلات الاجتماعية للمرأة في مجتمع ذكوري، لتستقر رحلتها الرابعة والأخيرة عند علاقة هذه الذات بالوجود والكون وإعلاء كلمته، وذلك من خلال استحضار أماكن مقدسة والصلوات طارة في ثوب رابعة وطارة أخرى في حضرة الذات الإلهية. لوحة الغلاف من إبداع الأستاذ والفنان عبد الحكيم راق. إذا اليوم ضيفتنا وصاحبة الدار الأستاذة الكريمة الفاضلة والمربية ومربية أجيال تكيم لها كل التقدير والاحترام وشهادة اعتراف أحملها على صدري اليوم لكي أوصلها في هذا الحفل أمام الله ومسمع الجميع. فلك منا ومن الأجيال التي مرت على يديك كل العرفان وكل الحب وكل الود وكل التقدير. الشاعرة دقيقة الملحفة الحس بديعة القادمي هي من نوايين مدينة العرائش، قامة من قامات اللغة العربية، حاصلة على الإجازة في اللغة العربية وآدابها في تطوان، حاصلة أيضا على دبلوم دار في الحديث الحسنية في علوم القرآن والحديث في الرباط، حاصلة على دبلوم دراسات معمقة في الشعر والنحو في الرباط، وأيضا دبلوم المدرسة العليا للأساتذة بفاس. ماستر في التواصل وتحليل الخطاب والمناظرة، عضوية أو عضوا في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، أستاذة تعليم ثانوي التأهيلي سابقا، وأستاذة مؤثرة بمركز تكوين أساتذة للعرائش أيضا سابقا. من أعمالها كتاب توثيقي أدبي حول مدينة العرائش، منشورات شعرية ونقدية في صحف ومجلات وطنية وعربية، لها كتاب نقدي
رسوم للتواصل الصوتي من العبارة إلى الإشارة، دراسة لسانية بلاغية في شعر ابن فارب. إذن المسيرة حافلة بالعطاء، أترك المجال الفسيح أمام الشاعر الذريع القادر لتقديمها لهذا الموجود الجديد. لا يختلف اثنان حول المؤهلات السينمائية التي تحضرها إقليم العرائش من حيث التراث المادي واللامادي الغني. عندنا في إقليم العرائش مجموعة من المؤهلات، منها دار بن جلول، الحمام سيدي ميمون، قبة البنات، ليكسوس الأثرية، مجموعة من المؤهلات التي تحاول نكونوا واحد إطار سينمائي هاي. بالتالي أنا التوصية ديالي يا أستاذ غادي تكون أولا بلورة استراتيجية إقليمية لإنعاش صناعة سينمائية بالإقليم عبر بناء وتجهيز القاعات السينمائية. ثانيا ربط مستجدات التكوين السينمائي بالتخصصات والشعب ذات الصلة بالموضوع، يعني خصنا في الجامعة الملحقة ديال العرائش أو الملحقة القصر الكبير يدرس فيها السينما، تشجيع الشباب عبر تيسير عملية الدعم العمومي لخلق مقاولات ذات طابع سينمائي، يعني صناع مقاولات سينمائية شابة كنمولوها باش نشجعوا هذا الصدد. بالمناسبة أنا خديجة الشرقاوي، عضو باللجنة بالهيئة الاستشارية مع الشباب، رئيسة مركز ليكسوسي الباحثين الشباب من مدينة القصر الكبير. تحية المحافظة ديال هذاك هو أنه جبدوا الطريق الرومانية ما بين العرايش والقصر، هذا مسار سياحي ثقافي، بمعنى كاين واحد المجموعه ديال المشاريع. هاد الطريقه وهاد الوضعيه اللي حنا فيها صعيب على انه نهضوا عليها بالتفصيل وبالتدقيق، ولكن هاد الاختيار راه ما يمكنش، نحدوا واحد اكس استراتيجيك كيقوم على قاعده منتوج اللي عن سوقه او لا عن بيعه او لا عش عندي يقولوا، لانه احنا عن سوقه في العالم باش يجيو عندنا الناس وكذا وهذاك، وحنا ما عندناش لا العرايش لا القصر ولا بالجبل هي البنيه الاستقبال ديال السائحين حتى السياحه الداخليه، ما نروش على السياحه، بما ان راه هي مواضيع متشابكه متناطره، وكنتمنوا انهم في المستقبل احيائيه للمنار، مكتبة مثلا لشعبان، مكتبة مثلا للوفاء، مكتبة مثلا لباب البحر، ومكتبة ربما عبد الصمد الكنفاوي ربما قد صفي بالغرض في المغرب الجاي. هذا المقترح الأول. المقترح الثاني إعادة صيانة وفتح المكتبة الأم التي هي مكتبة البلدية، وهي مكتبة احتضنت مجموعة من القراء، إذن بالتالي يجب أن يتم التعجيل بهذا الأمر في إعادة بنائها وفتحها وصيانتها بما يليق بهويتها وذاكرتها الثقافية والرمزية أيضا. المقترح الثاني باختصار دعم الكتابة والنشر. شكرا. أنا دائما بينكم وسيكون قريبا بينكم. مداخلتي سوف تندرج بطبيعة الحال في البند المتعلق بالبنية الثقافية، وإن كانت جمعية البحث التاريخي والاجتماعي حول القصر الكبير كانت حاضرة في جميع المحطات الثقافية والمبادرات الثقافية التي شهدتها مدينة القصر الكبير، ولكن سوف أركز على نقطتين اثنتين بدأ العمل فيهما بمبادرة وبدعم من المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير في شخص رئيسه الحاج سي محمد سيمو. الورش والمشروع الأول هو ورش التشوير، والذي كانت جمعيتنا حاضرة في هذا الورش منذ بدايته وفي استمراره. هذا الورش الذي مكن من تسمية عدد من المعالم التاريخية والأثرية والمعمارية لمدينة القصر الكبير التي شملت مجاليا مجموعة من أحياء المدينة، وزمنيا مجموعة من الحقب ابتداء من الفترة الوسيطية وصولا إلى الفترة الكولونيالية. والورش لا زال مستمرا بدعم وبرعاية من المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير. النقطة الثانية
متعلقة بمركز الإشعاع الثقافي المغربي البرتغالي سنتر دانتربريتاسيون دي باتريمون. هذا المركز الذي أقيم في دار القيد سفياني سابقا والذي تمت حيازته من قبل المجلس الجماعي ويؤدي ثمن كرائه حاليا والذي تمت تهيئته على أساس أن يصبح مركزا للإشعاع الثقافي المغربي البرتغالي على اعتبار أن هذه الدار احتضنت جثمان الملك سيباستيان لمدة 3 أشهر إلى أن تم تسليمه بكامل الاحترام والعناية التي يقتضيها ديننا وثقافتنا وحضارتنا إلى الطرف الإسباني، مما يمكن من أن يكون من أن تكون هذه العلامة جسرا ويعني قنطرة بين الضفتين وبين الشعبين المغربي والبرتغالي. شكرا لكم الموحدين. كذلك دار بن جلون هذه اقتناءات كاملة، احنا ما كان عندنا والو في قصر كبير حقيقة، هي هذه من ناحية ديال التراث، ولكن اللي جا من المجلس هذا راه ما كنشكروش حيت هو حضار، كنشكرو شنو ردنا هذاك التراث المادي، يعني شرنا التراث ديالنا اللي كان غيمشي شنو غنعملوا به. هو ان اللي قال السي رفيق بالقرشي على حول برنامج عمل الجهه، هو ان يدعمونا الجهه دعمنا باش نزيدوا فنشريو مسارح، لان المجالس الاخرى باعت المسارح باعت السينمات، ما عندناش فين كاين دور الشباب اللي بسيطه، خصنا نوعي ولادنا بالفن. كذلك مهرجان ديال عبد السلام عامر، هذا المهرجان خصو يتسجل وطنيا نظرا للقيمة التاريخية ديال هذا الفنان المرحوم. السلام عليكم. لن أخطأ في هاجسي الجمالي، سواء بمدينة القصر الكبير التي أمضيت فيها طفولتي، ولا مدينة العرائش التي ألهمتني أول نص إبداعي في مجال الكتابة حول الفن، ولا حتى لن أخوض في طموحات الجميع وأفكار ربما تم التطرق لها كل بصيغته. أنا أفضل أن أمشي كماندي أريد وأريد بعض النقاط أساسية اللي نتمنى أنها تكون كأرضية لبعض التوصيات. النقطة الأولى هي تكوين أو بلورة تكوين أو أيام تكوينية في مجالات الصناعات التراثية أو الصناعات الثقافية بمفهومها الحديث، وكذلك مشكل كان واحد نقص كبير لاحظنا هنا في سواء الخارج أو القطب الكبير ديال النقص في الترميم، يعني الاختصاصيين في الترميم، فكاين مشاريع كاين ميزانيات ترصد لترميم بعض المواقع الأثرية، ولكن داك الترميم خصو شي مجرد غيجي واحد مقاول عيط واحد البناء، فخاص واحد تكوين خاص باش داك الترميم كتعطالو ديك الصورة اللي كنخصو يكون عليها. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية وإن كان تطرق لها بعض الإخوان المستشارين، وهو مسألة وضع مسارات ثقافية لبعض المواقع الأثرية، فكيجي المواطن سائح مغربي أو غيره، ولكن ما كيوجدش واحد سيركوي كولتوريل يعني واضح ومضبوط، كتيبة تطبع وتنشر سواء في القصر الكبير أو في العرائش، وتوضح هذه المسارات الثقافية اللي تكلمتها. كذلك من حيث الإعداد الترابي، فهذه كذلك نقطة أؤكدها وإن تم التطرق لها، وهو وضع ما يسمى بالتشوير،
يعني التصوير يعني كنجي للمدينه ولكن المواقع الاثريه ما كنعرفهاش. كل اللي غادي يوريها لي نيكسوس كنعرفوها جميع، ولكن كاين مواقع اخرى اللي معروفه سواء بالقصر الكبير خصوصا او بمدينه العرائش. فاللي غيجي للقصر الكبير غادي يقلب على مثلا دار الباشا ولا واحد مجموعه من المواقع الاثريه، فين خصو يسول شي واحد باش يوصلوه. علاش ما يكونش تشوير؟ نعم تلاميذنا شيء سواء في التعليم العام او الخاص، والتحفيز ونصر على التحفيز، لان لما كان التحفيز راه الناس ما غاديش يتجهوا للاداب نهائيا، سواء لا شعر ولا كتابه قصصيه ولا روايه ولا شيء. لان في الجائحه ديال ماشي نقول جائحه كورونا وانما جائحه العالم الافتراضي، الكتاب فقد المصداقيه ديالو. دونك خصنا نحفزوا هاد الناشئه هادو باش تستمر الثقافه الى ما بعد 6 سنوات. شكرا. خصنا بعد تسجيل مجموعه من صورات مادي ولا مادي، وحنا في جمعيه في هيئه مساواه وتكافؤ الفرص كنا حطينا واحد جوج ديال الاراء استشاريين حول صلبان دايره ودار الباشا. هذا الموضوع هضروا فيه الاخوان، ما نزيدش نهضر فيه انايا باش نخلي الوقت للاخوان وحدين اخرين. غادي نتكلم على خلق فضاءات الذاكره التعليميه. هذا اللي كنشوفو انا هو مهم ومهم جدا، خاصه حنا كنمشيو نستهدفوا التلميذ او ديك الطفل اللي كنعتبروه هو الخلف ديال هاد الناس اللي كاين متواجدين هنا في هاد القاعه اللي مهتمين بالشان الثقافي. وكنقترح في هاد الفضاءات ديال الذاكره التعليميه ثلاث اقسام مثلا كنموذج: قسم ديال الصور ديال التلاميذ القدامى اللي على غرار مثلا الضحاك اللي قرا في ابن خلدون، قسم ديال الكتب كيحمل الادباء والمفكرين ديال المدينه سواء مدينه العرائش او مدينه القصر حسب المعلمه فيها تكون، كذلك قسم كيضم ديك الوسائل التعليميه القديمه، وهنا كنربيو في ديك الطفل هذا الوعي الثقافي. موازاة الى ذلك، والاخوان مجموعه تحدثوا على الطفل كلبنه اساسيه، وكيف ما قلت هو الخلف، لا باس على ان هذه المؤسسه التعليميه ترجع للمكانه ديالها من حيث الشان الثقافي. ملي كنتكلموا على هذا النحو هذا كنقصد على ان ضروره تواجد المكتبات وتفعيل الدور الايجابي ديالها داخل المؤسسات التعليميه. هذه نقطه. كذلك انشاء بعض المتاحف الصغيره داخل المؤسسات، كنربيو هذا الوعي والفعل الثقافي لدى الطفل او التلميذ. النقطة الثالثة باش ما نطولش، غادي نتحدث على مهرجان عبد السلام عامر للثقافة والفن بمدينة القصر الكبير، ومهرجان سبع شموس سبع أقمر. هادو واحد جوج ديال المعلمات الفنية كنعتبرهم في المدينة وكيستقطبوا العديد والعديد ويعني جماهير كبيرة. كنتمنى من الجهات المسؤولة ترجع الكاميرا شوية للهم وتعطيهم شوية ديال الاهتمام وشوية ديال الدعم المادي والمعنوي. وشكرا. شكرا الاستاذ. ديال الاقليم العريش هي الورشه اللي غنيه لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، لا في المداخلات ولا في الحضور. وهذه فرصه اللي تعطاتنا حيت حنا اللي استضفنا هذا الملتقى. كان ممكن اننا يكون في عمل اخر ويكون الحضور يعني محدود، ولكن نبغي نقول بجوج نقاط اساسيه بشكل مباشر. هذا الملتقى نبغيو ندخلوا للمؤسسه ونقترحوا يكون شي متحف جهوي تحت رنون مدينة العرائش، واللي يكون فيه فضاءات ديال العمالات التنمية، ويكون واحد المتحف اللي يجيب لنا الزائرين ديال جميع العمالات، وبالتالي يكون مؤسسة عندها طابع جهوي كتستضفها العرائش، وحنا كمجلس التعليمي مستعدين نكونوا أحد المتدخلين. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي أساسية واللي كنقولوها دائما هو العدالة المجالية في جميع القطاعات، ولكن اليوم هي مناسبة باش نقولوا العدالة المجالية في القطاع ديال الثقافة. القطاع ديال الثقافه لا من حيث البنيه التحتيه، لا من حيث التراث الغير المادي، لا من حيث الدعم ديال المهرجانات ومجموعه من القطاعات. نقطه اخرى اللي مهمه جدا هو الحرص على يعني على تضمين كل ما له علاقه بالثقافه بالتراث بالصناعه التقليديه في الصفقات العموميه ديال الجهه وديال باقي المؤسسات وباقي القطاعات. شكرا لكم. على ان الثقافه باقليم العرائش رافعه اساسيه من الروافع ديال التنميه، والحضور ديال اليوم يؤكد بالملموس ان اقليم العرائش لا يزال بخير.
المداخلة ديالها تمحور على جوج نقاط أساسية. لطالما آمنت بأن الواجهة الثقافية واجهة أساسية من واجهة الصراع الطبقي. سي محمد، نقطة أولى نقطة ثانية. ما يمكنناش نتكلموا على دمقراطة الثقافة إلا باستفادة أبناء الفقراء من هذه الخدمة العمومية اللي كل أجهزة الوزارة والمصالح الخارجية مسؤولة أن كل مغربي ومغربية طفل وطفلة مغربية أنه خصو يستفد من هذه الخدمة العمومية. هذه واحد. جوج، ما يمكنناش نتكلموا على عدالة مجالية وإقليم العرائش بما يسخر به من مقومات ومؤهلات كيعيش خارج الركب ديال التنمية ديال جهة طنجة في طوال العزيمة، والدليل هو أنه ما عدناش تمثيلية إقليمية ديال وزارة الثقافة على مستوى الإقليم إقليم العرائش. أنا عندي رجاء. لا ما كاين، يلا كاين مركز ثقافة، يلا كاين مرشح مركز. يلا كاين ملحق ومركز. كاين جهة سياحة. ثقافة دوك ديال الجهة أن الواجهات الثقافية تكون ركيزة أساسية في هذا البرنامج ديال العمل ديال الجهة، والاستحضار ديال أن إقليم العرائش راه صحيح كاين مؤهلات اقتصاديه وكاين جوج مناطق صناعيه، ولكن انا مؤمن بان الواجهه الثقافيه يمكن لها يكون مدخل اساسي ديال التنميه الحقيقيه على مستوى اقليم مدينه العرائش. لكم مني كل محبه. شكرا. الاصدقاء ولكن تمثيليه ديال استاذ نحن هنا نحب أن نستمع إلى كل مداخلات. لحد الآن لم نطلب ربحا للوقت. بالأستاذ أمام قلبا. إذن والتوسيع مثلا خاصهم حتى هما يساهموا في دعم الثقافة ودعم القراءة والنشر والتوزيع والقراءة وبزاف ديال الحاجات اللي في الاندستري الكولتوريال. على حسب الحد العلمي ديالي، حسب العلم ديالي كنعرف واحد الشركة وحدة بنك ما نقولش الدعاية ديالو، هو اللي مخصص واحد لوبري ديال الأطلس للرواية الفرنسية في المغرب. الحد العلمي هو الوحيد اللي كيعطي ان بري كولتوريال في الكتابة. نعاود نكررها، الثقافة ماشي شأن ديال الدولة، حتى القطاع الخاص خصو يساهم، وخصنا بين المزدوجتين نوبليجيوه نفرضوا عليه يساهم، وقابل نديروا له الدعاية ولا تخفيض في الضرائب، كاين آليات باش نحفزوه يساهم حتى هو، وشكرا. فعلا، إذا والتوسيع مثلا تفضل على الهامش، وأنها توزع باش كنعزوا الهوية والانتماء والاعتزاز بالانتماء باستعمال القاموس الدارج. هذا من جهة. بالنسبة للصناعة الثقافية كما قال الآخرين، أن الصناعة الثقافية ضروري كنت كنتمنى أنه يحضروا معنا في الملتقى الجهوي مثلا في حوم الثقافة مرة أخرى، يحضروا معنا خبراء اقتصاديين أو شركات اللي باش يفهموا كيف كيتعامل المثقف وكتكون شراكة، وهذا هي الشراكة الثقافية. بالنسبة للصناعة الثقافية كان قصد بها أن قبل ما نرمم ونفكر في الترميم مثلا الأبراج أو اللي في الترميم، نصنع الإنسان اللي غادي يحترم هذاك البرج، غادي نصنع الإنسان أو نبني الإنسان اللي غادي يفهمنا وغيفهم إيش كيقصد الرسائل ديال المثقف. مثلا ما نفوتش في حالة مثلا في الكسوس غادي نخلي الأشجار علاش نقطع الأشجار مثلا، وإنما نحاول نشجع أن تكون مقهى صغير، تكون غيستو، ان ملي كتمشي ما كتلقاش الاشجار وتلقاش الشمس على راسك وما كتلقاش. مثلا كنمشيو في القصر ديال المعتصم مثلا في ألميريا، مثال كنجبروا على الصاره ديال القهوه، كنجبروا وكنحاولوا نستحضروا وكنستقروا الجدران مثال، اولا ما كنفوتوا المقاهي للناس اللي ما كتفهمش الثقافه. مثلا في برج القلاقله كنجيبوا مثقفين عندنا دوليين كناخذوهم معنا تما، كنجبروا ناس اللي كتقدم لنا اتاي واتاي مثلا والقهوه كيضربوا الكاكوبي كنشموا الرائحه ونضنا ما قدرناش نجلسوا. هذا دليل ان ما نفوتوش انه يكون واحد المنطق في التنزيل ديال هذه التوصيات. والله السيد رئيس سيدي انا راكي شاطر من الراي، خصوصا قابله من بني عروس ودايره من عسلان بن مشيش راه معروفه الحمد لله بالقطب الرباني ديال مولاي عسلان بن مشيش، وشكرا.
بالنسبه للدعم السياحه الثقافيه في الاسلام كتقيس كل شيء يا نسيتها خصوصا الدعم ديال السياحه الثقافيه على مستوى الجماعات ديالنا ومولاي اسلام بالمشيش ومرحبا بكم عندنا سيدي العجلة مقترح انا مع كل شيء راه القاعه ديال الفنون التشكيليه متقصر ولا نصرح على صوره انا عندي مقترح مقترح عليكم اولا قبل كل شيء توصيات سيد مسير مسلك الى مزون ديال عليا شرق الى الكسوس الى كسرفيه ثم زعوره شكون اللي مشى لزعوره شكون اللي مع الاثار اللي زعوره لعلي فيه تلك السجناء تلك بلا خير تغزو شكون اللي مشى كلها رايح هادو جماعات في القلب ديالنا في نفس الوقت طرح عليكم السيد رئيس الجلسة لقسينا ديال السينما السطورية حبالي راه كاين الاختصار ديال المعالم الأثرية بالمناسبة ديال العشرة ديال اسمح لي أستاذ بكل محطة واش باغي تقول 90 ألف كتبتهم يا رجل؟ اه بزاف كما خليتنا وما اسمعش بقلب مفتوح على كل اكثر عجلة بمواقع مهمة جدا. على سبيل المثال الموقع الأثري التاج الصخري ديال المزورة. التاج الصخري ديال المزورة هذا بدا فيه التنقيب التاج البريطاني من موراه نقب فيه مول لويس دي مونطالبان بتكليف من الجنرال فرانكو وكاين رسائل توثق أن هاد الموقع الأثري اللي تم التنقيب فيه بالتوازي مع تمودة ديال تطوان وبالتوازي مع لكسوس وكاين رساله من مول لويس دي مونطالبان الى الجنرال فرانكو كيوصف فيه باللي هذا الموقع الاثري التاج الصخري ديال المزوره هو الموقع الاكثر اهميه. المهم على كل هذا الموقع الا ما تمناهش ولا ما عرفناش به راه كيجيو اجانب من هذا الموقع الاثري هذا وحنا هنا في الاقليم ما كنعرفوش. اذا خاص مجهود يتبذل على مستوى التعريف ديالو. هنا كنشكر السيد النائب البرلماني سيستيمو اللي المداخله ديالو هضرت على الاقليم كامل. شكرا. على الاقليم كامل بان الثقافه هي عندها اولاد وبنيو في 2016 هو دابا باقي مسدود ما عرفناش علاش شنو السبب. مع العلم ان العلاج كتعاني من الفراغ. هذا الدعم العمومي يعني كيعاني من مجموعه ديال الاضطرابات حيث كثير من الاحيان يذهب الدعم الى غير مواضعه ويتم توزيعه بطرق مشبوهه. ينبغي يعني اعطاء الاحقيه للكفاءات وللمشاريع الهادفه. هنالك مشاريع يعني تشارك في التفاهه والتمييع يعني باستضافه فنانين هابطين ويتم يعني اجترحت العمل التركيبيا ينحو نحو التركيب وليس الصرف وبالتالي فهو يلامس افقيات جدليه بين الاكاديمي وبين البيداغوجي في عمل الكون. هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني اشرتم الى ان كتابكم تاريخ المغرب المعاصر موجه تريدون له ان يقراه الطبيب والمهندس. هل يمكن أن نضيف إلى هذه الأصناف المتعددة الفاعل السياسي وصانع القرار السياسي؟ وكنت قد أشرت إلى أن صياغة السياسات والقرارات السياسية في الدول الأوروبية والأمريكية يساهم فيه المفكرون والمنظرون الكبار. فهل يمكن أن نستوطن من هنا أنكم في كتابكم هذا
توجهون رسائل وإشارات إلى الفاعل السياسي وإلى صانع القرار كي يقرأ تاريخ المغرب ويوظفه في صناعة هذا القرار. شكرا. وبنيتها التحتية تتعزز بالمكتبة عبد السلام عامر وكذلك بالمركب ربما مكتبة سيزن ومركب عبد السلام عامر، لكننا نطالب بفنادق، يعني لابد لأن حين نأوي ونستضيف المثقفين والمثقفات من مختلف ربوع المملكة فنحتاج إلى فنادق، كذلك نحتاج إلى تشوير. هناك معالم سياحيه تراثيه ومأثرية مهمه، لكن صراحه دعم انتاج ديال الانشطه السينمائيه ودعم انتاج مقابل دعم المهرجانات، لان المغرب شاف واحد السياسه ديال المهرجانات. انا بالنسبه لي شخصيا وحضرت بحال مجموعه المهرجانات ما عندهاش مردوديه بحال دعم الانتاج، لانه الان كنتحدوش على الثقافه كواحد الطرف ولا كواحد التعبير على الذات، كنهضروا على الصناعات الثقافيه، هذا مفهوم جديد كاين الصناعات الثقافيه. كيفاش نخرجوا من ديك الجانب ديال على اننا واحد الناس عندهم الشعر طويل وحماق كيديروا الشعر وكيديروا السينما ونوليو فاعلين اقتصاديين؟ باش تكون فاعلين اقتصاديين كيخص يكون هناك دعم، لان المجال الثقافي في العالم هو مجال هش، فالدول العالم كامله كتساهم في الثقافه، فبالتالي هنا كيخص دعم باش يمكننا يكون عندنا فعلا صناعه ثقافيه، باش ملي تكون عندنا سياحه السائح يجي يجبر ما يشوف، يجبر عروض مسرحيه، يجبر انشطه ثقافيه. ثاني حاجه واحد المشروع كان درته المكتب السابق ديال الجهه وكنظن خصو يستمر، هو ديال لا كوميسيون دو فيلم، يعني لجنه الفيلم، هو كيفاش المغرب كيعرف واحد الديناميه كبيره في الانتاج السينمائي، كيفاش الجهه تشجع الناس يجيو للمنطقه ديال الشمال يفوروا فيها، كتوفر لهم امكانيات بسيطه جدا، اوتيل بواحد الامكانيات. وكنمشي مع الفكره اللي قالها سعيد العلام فيما يخص دعم يعني السياحه، يعني الثقافه السياسيه بنشر، يعني منشورات وكل شيء، والمنشورات ما يمكنش تكون الا يعني دعم دور النشر اللي هي الاساس لتطوير يعني القضيه، يعني اهتمام بقضيه النشر يعني والكتاب بصفه عامه. وهنا من نرجعوا في الحقيقه حتى واحد القضيه ديال دعم رواد يعني اصحاب المكتبات، يعني الثقافه ما يمكنش نشاط بدون دورنا، يعني المكتبات وحنا كنشوفوا يعني بعد انا كنشوف علاش ملي كتكون تدوز كتشوف بحال الواجهه واحد المكتبه يعني كتحس بالبؤس ديال الثقافه، ولهذا خص الحياه المكتبات هذا يتلاقوا الناس تتحمس. دابا انا عندي سؤال، علاش ما تشبكوش مثلا ما تشبكوش لا سواء في المعارض ولا في اللي تعملوا في العلاش، ما تشبكوش اصحاب دور المكتبات وكذلك بالنسبه لدور النشر وهي اساسيه. هناك فيما يخص المشروع ديال يعني مساله الحكمه بالنسبه للجهه، يعني خصنا قطاعات اخرى يجب ان تدخل في الاهتمام ديال الجهه فيما يخص دعم النشر ودور النشر والكتاب. وحنا شرف لنا بالنسبه في الجهه مثلا عندنا في الاخوان اللي هي الطورات دابا كتهضر مع الكتاب، ولكن علاش تراجعت بشكل معناه هي رائده بالنسبه للنشر يعني دور النشر كريماديس في المرحله الاستعماريه كانت يعني ساهمت يعني في نشر الثقافه ونشر الكتاب، ولكن انا كندعو اهتمام يعني كنوجه توصيه ومقترح يعني على مستوى تدبير الحكمه بالنسبه للجهه اهتمام بقطاعات اخرى من بينها قطاع النشر والاعلام، باعتبار يعني هو يعني الا بغيت تقولي هو اللي كيسوق لنا الشيء كامل ديال الجهه
إذا ما كانش هذا الحوايج ما يمكنش كذا نوصل للجمهور ديالنا. شكرا.